نعم الأخ منير، فعلا تابعنا اليوم هذا الحدث التاريخي، الحدث اللي حقيقة هو مؤشر جد جد إيجابي لما تشتاجه قضيتنا الوطنية، قضية الصحراء المغربية. لماذا؟ لأنه أولا كرافو بأنه الآن من بعد تعيين السيد ديميسورا كمبعوث أممي خاص بقضية الصحراء، ومن خلال اللقاءات اللي بداها من شهر أكتوبر مع بقية الأطراف ومع بقية الفاعلين في المجتمع الدولي المعنيين بقضية وحدتنا الترابية، كيجي هذا الاعتراف الإسباني. إذن هذا يجي باش يسهل مهمة السيد ديميسورا، لأنه إسبانيا كتعرفوها بأن أولا بحكم عنها القوة الاستعمارية السابقة للإقليم، كتجي تعبر اليوم بأنه الحل الوحيد لهذه القضية اللي دامت أكثر من اللازم ونتجت عنها ما نتج من إغلاق الحدود مع جارتنا الدولة الجزائرية، كذلك نتج عنها وضع إنساني غير مقبول، بأنه هذوك الناس اللي محتجزين في تندوف، صحراويين المحتجزين في تندوف، حان الوقت باش يلتقى حل متفق عليه في إطار طبيعة الحال الحكم الذاتي اللي أعلن عنه جلالة الملك في 2007. إذن اليوم هذه الاعتراف الإسباني كان هو كذلك من الأمور أو من المداخل الأساسية بالاعتراف الإسباني بشرعية الحكم الذاتي كحل وحيد، كان من الأمور اللي في نظرنا بأنها قد تسهل المهمة ديال السيد ميسورا، لأن يعني كذلك ما نساوش الإعلان ديال السيد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية السيد ترامب باعترافه بالسيادة المغربية على كافة الأقاليم المملكة. إذا هذا كيجي في نظري ما كيجيش مفردا، كيظهر بأنه كاين تنسيق دولي عالي جدا وكاين اعتراف بشرعية الوحدة الترابية المملكة، وبأنها أي حل ما يمكنلوش يمس ولا شبر من التراب الوطني ولا سيادة المملكة على ترابها. إذا هذه اليوم كنشوفوا وكنشجعوا الجارة إسبانيا على هذه الجرأة اللي اتخذتها، وكذلك هي رسالة للطرف الآخر، رسالة للطرف الآخر وخاصة الجزائر، بأنه إذا كانت الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، اليوم بقية الأطراف اللي هي فاعلة في المجتمع الدولي، دول الخليج غيرهم من القوى العالمية، كتقر بأنه الحل الوحيد في إطار هذا المشكل هو الحكم الذاتي. إذن هذه رسالة كذلك توجه أساسا الخصوم الوحدة الترابية وعلى رأسهم بطبيعة الحال الجزائر، بأنه لا حل المجتمع الدولي، هذه نظرته المجتمع الدولي، هذا هو توجهه المجتمع الدولي، كي يوجه رسالة واضحة جدا للجزائر بأنه راه المغرب وحدته الترابية شيء مقدس، سيادته على كافة أقاليمه الصحراوية راه شيء مقدس. اللي بغى اليوم يدخل في هذه الدينامية مرحبا، ونظن عنه إذا تم أي تعنت جزائري فهو كذلك قد يوضع الجزائر في عزلة كما هي أكثر من ما هي فيه الآن، وغادي يخليها في واحد الوضع غير مريح إطلاقا، خاصة مع اليوم هذا التوجه العالمي اللي كاين. وهذه من الأمور اللي حقيقة هذا حدث اللي بمناسبة نهني جلالة الملك على الدبلوماسية الواقعية اللي نهج، وهي اللي أعطتنا اليوم هاي النتائج. الحمد لله المغرب في وضع مريح، ومازال إن شاء الله نشوف منجزات كبيرة في إغلاق هذا الملف ديال وحدتنا الترابية. هذا فضل حكاية صاحب جلاله وتبصره وتوجيهاته السامية وسياسته الواقعية اللي نهج،
هذه سنوات باش المجتمع الدولي يعترف لنا المعني والوازن، يعترف لنا بسيادتنا التامة على هذه الأقاليم، وبأنه اللي يبغى حل يعرف بأنه ما كاين غير الحكم الذاتي. والحقيقة المواطنين هم استقبلوا هذا القرار بهجة وسرور، وهذا انتصار كبير للدبلوماسية المغربية ولجلالة الملك الله ينصره ويعزه ولجميع المغاربة.